السلام عليكم. اليوم نروحوا لولايه تيزي وزو لنعرفكم على الفندق، فندق الارز هذا اللي راه قيد يعني التجديد، واللي يوقع في محيط رائع في جبال رائعه، وهو مختص باشجار الارز. اذا وللعلم الملاحظ هو انه هذه الفنادق اللي راهي قيد التجديد وكذلك فنادق اخرى هي قيد الانشاء في ولاية تيزي وزو قد يعني تندر بطفرة سياحية غير مسبوقة بالنسبة للولاية، وهذا أمر مشجع جدا يعني فيما يخص يعني التنبؤات نتاع تنظيم كأس إفريقيا للأمم، و يعني بسبب أن ولاية تيزي وزو الآن أصبح لديها ملعب عالمي، و من غير يعني المنطق ان الملعب كهذا لن يؤهل لتنظيم منافسات قاريه. اذا ان شاء الله تكون فنادق من هذا النوع منتشره في ولاياتنا لكي تكون فيه منافسه وتكون فيه خفض الاسعار وتكون يعني السياحه الداخليه خاصه في متناول الجزائري المتوسط يعني الطبقة المتوسطة من الجزائريين. أترككم تتابعون هذا الفيديو عن هذا الفندق، فندق الأرز في ولاية تيزي وزو، والسلام عليكم.